أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مبين. هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب يا موسى إنه
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما صدق الله.